ما كيف بناخذ هالموضوع؟ بناخده بالإيجابية أو بناخده سلبياً وبنقعد؟ خاص وضع اللبنانيين في أوكرانيا يستفز رولا حمادة، ناشدت الدولة للتحرك وما قالته مبكي. استحوذت الأحداث المستجدة بين روسيا وأوكرانيا على اهتمام عدد من نجوم الفن والإعلام في لبنان، حيث عبروا عن استيائهم من كل الأحداث التي تجري من جهة، كما أبدوا قلقهم على انعكاس الأزمة على الأمن الغذائي في لبنان من جهة أخرى، خصوصاً أن الأخير يستورد ما يقارب 50% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، إلى جانب القلق على اللبنانيين على الأراضي الأوكرانية في ظل عجز الدولة عن تأمين عودتهم إلى بلدهم لاعتبارات عدة. أبرز من تفاعل مع الموضوع كانت الممثلة اللبنانية رولا حمادة، حيث كتبت على حسابها عبر تويتر سلسلة تغريدات تعليقاً على الأحداث بين روسيا وأوكرانيا ومصير لبنان واللبنانيين من الأزمة، إذ قالت 50% من قمح لبنان مستورد من أوكرانيا، يعني لبنان مهدد بلقمة الخبز جراء الحرب، مضيفة الله يلطف ويستر. الكاميرا ما بتكذب، رحلة داخلية تكتشف جوات. وفي تغريدة أخرى تابعت إذا الدولة ما قادرة تجيب الجالية الموجودة بأوكرانيا، ليش ما المتمولين والأغنياء بالبلد هن يبعثوا طيارات تجيبهم؟ مضيفة يا سمعين الصوت الحاضر يقول للغايب. جايين عارف أرضي لمين عم بيموت. وفي حديث خاص للجديد لفتت الممثلة اللبنانية رولا حمادة إلى أن لا يوجد أحد من أقربائها أو أبنائها في أوكرانيا، إلا أن تعاطفها الكبير مع اللبنانيين هناك، كونها تعتبر أن جميعهم بمثابة أبنائها وأقربائها، ومن واجبها كممثلة أن تعمل على رفع الصوت والمساعدة قدر المستطاع لإيصال صوت المواطن، كما ناشدت الدولة والميسورين مجدداً للتحرك ومساعدة اللبنانيين للعودة إلى بلدهم رأفة بأهاليهم. نحن كفنانين يعني نحن منبثقين من المجتمع وبنشتغل كرمال هالمجتمع، مش بس كأنه نعمل أدوار، كمان إذا قلنا صوت وصوتنا بيوصل لازم ندافع عن الناس تبعنا ونقول أوجاعهم. فأنا أنا برأيي أني أنا عندي واجب أني أرفع الصوت لما بحس أنه في تقصير أو ممكن أعطي فكرة جديدة أو ممكن ساعد حدا، حتى لو حدا وحيد، يعني شخص واحد كتير منيح بيكون. فتخيلي إذا كلنا تضفرنا وقمنا كلنا بذات الحملة، مثلا مثل هلأ كرمال الشباب والصبايا والعيال يلي علقانة بالحرب بأوكرانيا. نعم. إن شاء الله أنه الدولة بتعمل شغل، وإذا ما بتعمل شغل مثل ما قلت أنا على تويتر أنه ياريت المتمولين والأغنياء تبع البلد يعني يجيبوا هالتلميذ على لبنان كرمال حتى يريحوا كمان بين أهلهم. من جهة أخرى أشارت رولا حمادة إلى أن الدولة اللبنانية أبدت اهتماماً في الساعات القليلة الماضية وحاولت مساعدة اللبنانيين في أوكرانيا، إلا أن لا شيء ملموس حتى الساعة. ما فينا نقول عدم موبيلات لأنه تحركوا، يمكن كأني فهمت أنا يعني صار في شيء بس بعد ما في شيء ملموس. نعم. يمكن بدهم شوية وقت ليتدبروا أمورهم، مين بيعرف، بس نحن علينا نطرح الصوت. صح. هذا وكان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله أبو حبيب أعلن أنه تبلغ من دول جوار أوكرانيا موافقتها على عبور اللبنانيين المقيمين على الأراضي الأوكرانية إليها.
وبيقدروا يتركوا برا من أوكرانيا إلى رومانيا أو إلى بولندا. كما كانت الخارجية اللبنانية قد دعت جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، طالبة من الراغبين بمغادرة الأراضي الأوكرانية تسجيل أسمائهم على رابط إلكتروني خصصته لهذه الغاية.